منعوا تلك الحالات من التسجيل. عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، بتتشدد الله بالإصرار بالعزيمة. ساسولو يتقدم على اليوفنتوس في الدقيقة 65. أصحاب القمصان الخضر بإبداعهم بإصرارهم بقوتهم يتقدمون الآن بأول أهداف المباراة. دوفريل البديل يتقدم لمصلحة ساسولو بأول أهداف المباراة بعد ضغط كبير، ضغط رهيب. دوفريل وضعها في المرمى وأعلن عن تقدم ساسولو بأول أهداف المباراة. يا سلام، استحقوا هذا الهدف، استحقوا هذا التقدم، استحقوا هذه الإجادة، هذا النجاح، هدف لساسولو.